محمد. أحمد أبو حماد لساته موجود بجرش الجميلة الرائعة العريقة بأصالتها وأهلها. أيضاً بده يفرجينا بعض المنتوجات الخشبية المعمولة تحديداً من شجر الزيتون. بدي أصبح عليك يا أحمد وبدي أرجع أصبح على كل السادة المشاهدين مرة تانية اللي انضموا هلأ على شاشة التلفزيون الأردني، وبدي أودعكم وأترككم مع أحمد، ومن بعد هيك أكيد شاهد رح تكمل الفقرة الأخيرة من يوم جديد. بتمنى لكم بقية نهار ولا أجمل. إلك أحمد، باي باي. صباح الخير ألكساندرا، صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة جرش وبالتحديد من منطقة ساكب. طبعا مشاهدينا اليوم راح نتعرف على شاب أردني مميز أبدع بموهبته وحرفته الخاصة، وقام بإعادة تدوير المواد الخام من مخلفات البيئة والطبيعة وحولها إلى تحف فنية غاية في الروعة والجمال، بتعكس تاريخ وحضارة هذه المنطقة الرائعة والجميلة بالإضافة إلى تراث الأجداد. طبعا مشاهدين راح يكون معنا الآن الأستاذ غسان عياصر لحتى يعرفنا أكثر على موهبته الرائعة والفريدة. صباح الخير، يعطيك العافية. معك صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين برنامج جزء الصباح. نعم، احنا برنامج يوم جديد. أستاذ غسان، حابين يعني تعرفنا أكثر على موهبتك وتحكينا من متى بلشت عندك هذه الموهبة وكيف نميتها لحتى توصل لهذا المستوى الاحترافي من الإتقان بهذه التحف الجميلة والرائعة والمميزة. والله أنا من 25 سنة يعني وأنا ببداية شبابي وأنا بشتغل بإعادة تدوير مخلفات البيئة. كان هدفي همي الرئيسي هو الحفاظ على البيئة، لأن أنا بشوف بأزقتنا بشوارعنا منتشرة المخلفات عامل إزعاج وقلق وأرق للمواطنين وللناس. فأنا قلت أستغل موهبتي للحفاظ على البيئة وبنفس الوقت أحقق دخل إلي ولعائلتي وحسن دخلي بالمخلفات. يعني مش أعمل شغلة قطعة جميلة، لا، قطعة قابلة للتسويق. وهي طبعا أي مواطن بيقدر يحقق دخل جيد عن طريق استغلال المخلفات. هلأ بفرجيكم شو صناعة من المخلفات. شوفوا هنا صنعنا مثلا من مخلفات الطبيعة القطع الأقصاد وراء مخلفات التقليم الأشجار كلها صنعنا منها تحف فاي وبسوقها بأسعار جيدة. هنا يعني هنا قطع كلها قطع خشبية من خشبيات مخلفات كلياتها يعني من مخلفات الطبيعة والبيئة، بنلاقيها مرمية بالشوارع بكل مكان، بنعيد تدويرها وبنعطيها شوية فرنيش وكماليكا وبنجملها شوية وقابلة نعرضها في معارض وبازارات وتنباع وتتسوق. طيب أستاذ غسان، قبل من نحكي شوي عن المعروضات تحكينا يعني كيف نميت هالموهبة، يعني متى اكتشفت انه عندك هالموهبة وكيف نميتها، يعني كيف يعني وصلت لها المستوى الاحترافي؟ يعني انا قبل 25 سنة 3 سنوات تقريبا سحت في الطبيعة، يعني 3 سنوات وانا كون ساكب يعني تمتاز بطبيعة جميلة ومحاطة بالغابات من كل جانب. تعلقت في الطبيعة وكنت كل يوم هيا بشكل يومي يعني ألف بالطبيعة وكنت أحضر معاي مخلفات، وبعدين جمعتها في مقترف عندي وأصدقائي وهالناس يزوروني يثنوا عليها ويقولوا والله أنها أشياء جميلة وأشياء حلوة أعمل معرض. ما كنت أفكر أني أكون فنان أو أني أفكر أعمل معرض، فقط كانت أمور لنفسي وما كنت أعتقد أنها راح تعجب الناس وتبهر الناس. وبعدين معرض نجح نجاح ما كنت أتوقعه بصراحة، نجاح باهر. بعدين انتقلت من جرش إلى عمان إلى محافظات المملكة، وحتى عرضت في إيطاليا وبإسبانيا وفي كوريا الحمد لله، وكلها لاقت نجاح واستحسان وإعجاب من الناس. طيب أستاذ غسان، تحكينا عن المواد اللي بتستخدمها في إعادة تدوير المخلفات، يعني حكينا في خشب، تحكينا أيضا عن المواد الأخرى. أنا بستغل، أنا شعاري لا تلقي شيء، أنا من الرخيص كل نفيس، ما بركز على أي مادة صلبة تمسك باليد وتلقى في سلك المهملات، هي مادة خام للفن تاعي. أي مادة يعني مخلفات المأسة، صرت أركز على المخلفات المنزلية والمدرسية. ليش؟ لأنه المخلفات هي تقريبا معظم التلوث بالشوارع بالأزقة من المخلفات المنزلية والمدرسية. وليش أركز على المدرسية؟ حتى لأنه حتى ننشئ جيل بيئي يتعلم
كيف يحافظ على مدرسته وعلى بيئته. وعملت ورشات بالمدارس وحققت نجاح، ولغايه الان الورشات اللي عملتها في المدارس عملت اثر ايجابي في المدرسه كامله. يعني لو راجعنا المدرسه وشفناها لوجدنا انه ما فيش بالشوارع اللي حول المدرسه اي شيء من المخلفات، لان الطلاب تعلموا انه هاي الاشياء اللي بتلقى في سله المهملات يعني بتتحول الى تحفه فنيه جميله. نعم، طيب نحكي عن اهم المعروضات اللي موجوده معنا اللي بتعني لك يعني شيء كبير من هالمعروضات الكثير اللي موجوده عندك. هلا عندي موجود المخلفات الخشبيه، وفي عندي هنا مثلا من الشيبس هيا والاطباق الكرتون المستهلكه، وفي عندي من مخلفات الورق المدرسي، وفي عندي من كاس الشيبس، وعندي كمان من مخلفات العظام إذا بتحب ننتقل لعندها. يعني استعرضها زميلنا تيسير فلاحات خلال حديثك. يعني قبل ما ننهي حديثنا أستاذ غسان، حابين تحكي لنا لوين رح توصل بموهبتك؟ شو مشاريعك المستقبلية لحتى تحافظ أيضا على هذا الإبداع، وأيضا رسالة سريعة للحفاظ على البيئة والطبيعة؟ أنا بدعو جميع المواطنين وكل من يشاهد هذا التقرير أن لا يلقوا شيئا، لأن الأشياء اللي بنلقيها إحنا نلقي إشي من فلوسنا ومن أموالنا، ومن نفس الوقت إحنا بنلوث بيئتنا. أنا بإذن الله أحمل هذا الشعار اللي هو الحفاظ على البيئة، ورح ينطلق من الأردن إلى العالم خدمة للإنسانية كاملة. وأنا عندي معرض سنوي في المكتبة الوطنية، وهذا المعرض طبعا مدعو أي فنان أي إنسان عنده هالموهبة، أنا مستعد أقدم له فرصة يشارك معي بالمعرض. شكرا لك، صباحك سعيد. شكرا أستاذ غسان. الله، شكرا لكم. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم اليوم على الهواء مباشرة من محافظة جرش، تعرفنا في بداية حديثنا على جمعية شابات المستقبل الخيرية، وأيضا كنا مع الأستاذ غسان عياصرة، فنان محترف له حرفة خاصة ومميزة قام بإعادة تدوير المواد الخام. والآن مشاهدينا راح أترككم مع هذه اللقطات الرائعة والجميلة والحصرية من هذه المنطقة الجميلة، وصباحكم سعيد مرة أخرى.